أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة حامل وكلما كحت نزل منها البول بسبب هذا الحمل، وسؤالها كيف تعمل في صلاتها؟ هل تأخذ حكم من به سلس البول؟ لأن هذا الأمر شق عليها مشقة بالغة. تعالج عند الطبيب، ربما يجد لها علاج يمنع البول، فإذا لم تجد علاجا فإنها تتوضأ عند الصلاة، تتوضأ عندما تريد الصلاة وتصلي، وربما أن الله يعافيها ولا يجيها كحة في الصلاة. نعم.